الملكية الفكرية والتجديد في إفريقيا محور ندوة دولية نظمها اليوم المعهد الوطني للمواصفات الملكية والصناعية بتونس بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وذلك لمقاومة التقليد في جميع عناصر الملكية الصناعية خاصة منها العلامات التجارية منذ تسجيلها إلى حين تنفيذ القوانين بشأنها. وخلال هذا اللقاء أعرض المتداخلون جملة من التجارب المقارنة في إفريقيا، خاصة ما يمكن من تنشيط الدورة الاقتصادية للدول المشاركة ودفع نسق التصدير مع تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية داخل تونس وخارجها. في المرحلة هذه ما فماش قوانين واحدة، في المرحلة هذه هو الأكثر يعني تبادل التجارب، الإعلام بخصوص الجانب القانوني وتبادل التجارب في هذا المجال من الناحية المؤسساتية، لأن تختلف من بلد إلى آخر. في تونس الجانب القانوني موجود منذ سنوات 2000-2001 بخصوص العلامات والرسوم والنماذج الصناعية، ناهيك ان التقليد في حد ذاته والتعدي على حقوق صاحب العلامات او براءه الاختراع او رسوم النماذج الصناعيه تعتبر جريمه تقليد تحمل صاحبها مسؤوليه جزائيه ومدنيه، وهناك كل مختلف الاطراف المتداخله خاصه منها وزاره التجاره والديوان التونسي.